السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما معكم بالعلم المنتقى الناطق الرسمي لجميع الجمعيات داخل مدينة الدار البيضاء. هذا ما كنتوجدوا في عملية الكنترول ضمن مسابقة أرقنا عن جمعية ملتقى الأبطال وتحت لواء عصبة الدار البيضاء الثقافية. ومعنا رئيس جمعية ملتقى الأبطال الأخ خالد بازر وأحد أبطال مدينة تالودات محمد عبدو عند في عملية الكنترول عند البطل الكبير ياسين أسوان والإنجاز الكبير داخل هذه المسابقة. ونبداو بعملية الكنترول الحاج خالد بالنسبة لهذه المسابقة عند البطل ياسين أسوان. بالنسبة للمسابقة بابا هذه بالنسبة للورقة ديال لونجمون ديال الحمامة 10375 معاش من لونجيا توقيت مع 6:33 وتسعود ديال الثواني تبارك الله. شوف دابا ناخذ واحد فكره على الجهاز الالكتروني هو اللي غيحدد لينا التوقيت ديال الديكلاراسيو. وبالنسبه للحمامه الاولى في هذه المسابقه انتما كما كتشاهدوا معنا الاخوان الحمامه الاولى هي 13:33 و56 ثانيه نميرو الباك نميرو الباك هي 10375 وحدة من 49 تبارك الله. دونك الديكلاراسيو ربما صحيحة 100% الحاج خالد ياك الحاج ديكلاراسيو صحيحة 100% عند البطل ديالنا ياسين أسوان اللي حقق هذا الإنجاز الكبير بأسبوعين متتاليين ياك الأخ خالد ياك. وناخذ كلمة عند السويرة عند البطل ديالنا ياسين أسوان كيفاش شاهدتي المسابقة؟ و بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مسابقه دازت شيقه ارغان راه معروف ارغان كدوز اجواء بحال هكا كونتر دوز تبارك الله كيكون الحمام فيها ملعوب الحمام اللي كيكون اللي عنده هو اللي كيبين في المطلق هذا تبارك الله. وهاد النسوه هادي فيها كوكمان نيو هيرمز اولمبيا 003 تبارك الله. يا بالنسبه للحمام مشنبوره الاخر يا سؤال ياك 2018 فيك عندها شي انجاز ولا اول انجاز والو؟ الاول انجاز عندي هي هو ولكن والدي عاطيني امها عاطياني دوزيام في العصبه ذاك العام تشكينت واختها راه ديكلارات تاهي كندخل تاهي من الاول جات مع الخمسه الاولين ولا الخمسه الاولين تبارك الله عليك. قبل ما نرجع لك الاخ اسوان ناخذ كلمه عند رئيس الجمعيه الاخ خالد بادر. السلام عليكم الاخوان كنشكرك السي بلعيد على هذا العمل القيم اللي كتقوم به حضرتك كتواجدوا عند السي اسوان في المسابقه ديال اركان المسابقه ديال اركان الثانيه اللي تنطاقين مع مجموعه ديال جمعيات الدار البيضاء اللي نداو يتحسنوا العصبه الثقافيه. فبالنسبه للجو اليوم كان شويه البرد كونتر كان بزاف مع الصباح ومع الشمس والشمس هي مفرطه ربما كيبان لي جميع حالات الجو كان الكونتر بزاف الشمس ماشي شي حراره كبيره. والسي اسوار تمكن اليوم باش يكون من الخمس اوائل كنظن التوقيت الرتبه المؤقته هي الخامس في هذه المسابقه هذه. تبارك الله كتعرف اسوار ولا منضبط من الاوائل هذاك الشيء اللي كاين ما كينزلش على العصر الاوائل ولكن راه ديما تبارك الله راه ولفنا الدار عنده كنجيو نزورو فيها ونديرو لي كونترول هنيئا له وكنتمنى ليه مزيد من التوفيق ان شاء الله وكباقي الاخوان كاملين تما كنتمنى لهم التوفيق والنجاح ان شاء الله. قبل ما نرجعوا للاخ اسوار ناخذوا كلمه قصيره من عند احد ابطال مدينه تالودات الاخ محمد شي كلمه بحقه شكروا على الديكلاراسيون اللي الله يسخر. رجعوا للاخ ياسوان بالنسبه لهاد الحمامه كنت متيقن بان راه غادي تجي في هذا السباق وراه قلت الحاج قول لك الحمامه زيت الباقي قلت خاص ضروري الديكلار ما لقيتها تبارك الله واجده ووالديها كيعطيوني في المسابقات هذو وكنت كنتسنى سبحان الله العظيم ما ضربات بينات كما قلت لي البيديغري ديالك عاود لي البيديغري ديال الحمامه الاخر ديالها كوكمان لورا الام ديالها ليو هيرمان 003 قلتي السلاله هاد السلاله ديما كديكلاري بها ياك؟ ديما كنديكلاريها ديما كنديكلاري بهم تبارك الله. وكيفاش شاهدتي الاجواء؟ صبرتي بزاف كتسنى في الحمام واش تعطل عليك ولا ما تعطلش؟ الحمام تعطل شويه ماشي تعطل المهم الحمام بدا كيبان
فات الوقت ديالو المحدد واحد شويه. انا واحد نص ساعه بحال هكا كيقول الحمام فينا هذاك الشيء اللي كاين بنادم كيرجع. خالد كيفاش الصيف شتي بصفه عامه السباق؟ بصفه عامه كلشي كيتنبأ، كان كيتنبأ بان المسابقه غتكون قاصحه شويه، يعني الاخوان كلهم كانوا على يقين بالمسابقه، ولكن الحمد لله الاخوان ديكلارا ودخلوا حميمات، يمكن كتدخل حتى 50 60% كاع اكثر. مازال غيبرد الحال غيدخل الحمام مازال. يعني كيقول لك راه الحمد لله راه حميمات دخلوا. ماشي بحال الماسه. ماشي بحال الماسه. كنستغل هاد المسابقه هاد الوقت هذا باش نشكر الاخوان ديال المكتب والناس اللي تعاونوا معنا البارح، اللي بذلوا معنا مجهود حقيقه، بذلوا معنا مجهود كبير وضافرت الجهود بين الجميع، وخرجنا تقريبا خرجنا بكري وصلنا لبوان دلاشي حنا الاولين. فالنتائج ديالو هي بانت، وكنتمناو مزيد ديال العون ان شاء الله. ودائما شكر الجزيل للمرافقين الحمل الاخ بوخازم والاخ سعداد والشيفور حتى هو ديال الكاميو حتى هو راه تبارك الله. الاخ ياسين شحال حمامه جات؟ شحال باقي تقريبا؟ 49 تكون باقي شي 8 الحمامات. شي 8 اللي باقيين تبارك الله. والاخوان نكتفي بهذا القدر ضمن مسابقة أرجانيا في عملية الكنترول عند أحد أبطال جمعية ملتقى الأبطال بطل كبير ياسين أسول، اللي أعلن بديكلاراسيون ديالو من بين الخمس الأوائل داخل جمعية ملتقى الأبطال. وبهذا الفيديو نستودعكم الله وفي أمل اللقاء بكم مرة أخرى ومع مسابقة أخرى ومع كنترول آخر. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.